مثلا اذا جاء مندوب مثلا يوزع عند الادويه الصيدليات فيقول مثلا بيع هذا الدواء وخذ نسبتك، فيكون اكثر مبيعا من غيره بحكم حتى لو كانت نتيجته اسوء من اللي قبله. فتجي انت مثلا تقدم الروشتة بحكم انك انت قاعد تتعامل مع دواء سابق في مرض معين، ويجي يعطيك الدواء اللي اقل على اساس هو قاعد ياخذ نسبه من المندوب. ففي هذه الحاله انا كيف اعرف انه والله هذا الدواء هو اللي حيفيدني او في طريقه معينه اقدر امشي عليها؟ هذا سؤال مره جيد. ونرجع لمبدا الاداره. ليش؟ واضح ان هذه جايه هنا. ليش مبدا الاداره؟ لان لا يصلح الناس فوضى لا سرعه لهم. ما طبيعه البشر انهم يحيدون عن الطريق اذا مغريات مختلفه، سواء اذا كان ضعف وازع ديني او انه وازع الديني كويس بس عنده ظروف ماليه داهرته فتقدر يتغاضى عنها. فيه اسلوب قراني جميل جدا يقول ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، يعني تغمض عيونك وتدخل بعض الاحيان. ف هؤلاء كيف اقدر كمدير اني اراقبهم؟ عندي سيستم وعارف كم دخل الصيدلية هذه، وعارف الصيدلي كم يبيع من هذه الأدوية. فإذا رأيت شركة معينة هو قاعد يصرف كثير استدعيه وحقق معه. باقي الصيادلة يعرفون أنه الموضوع مراقب، لا حبيبي أعرضها وخير الشخص بينهم، فيكون هو عارف أن في ناس يتابعونه. لكن لو أنه ما عارف أن ما في أحد يتابعه، بالعكس اللي يعطيني أكثر هو اللي يمشي بضاعته. هذه طبيعة البشر. فيجب أن يكون فيه نظام إداري لمتابعة الصيادلة. جزاك الله خير. تجي تطلب دواء يقول لك لا بعطيك واحد أفضل عشان هو أغلى منه سعرا. كلام صحيح. أيوه هذا جميل. لكن أنت ما تتهم الناس. أنت مشكلتك ما حطيت نظام متابعة. يعني ما توجه التهمة لفلان عين إكس ولا زد ولا واي. انت ليش ما حطيت نظام متابعه وقفل الباب من البدايه؟ طيب ايش الضابط؟ ولا توجه التهم للناس. ايش الضابط يا دكتور اذا قال لي مثلا عندي نفس الدواء بس مثلا يعني اغلى باسم ثاني؟ لا مو على اغلى، يعني مثلا في ادويه نفس انا ما اترك رعايه المريض لاهواء الناس. انا عندي ادويه وجايك وصفه بالالكترونيه بالدواء الفلاني وهو عندك، ما صرفت ليش؟ ليش تخليه يصرف من هذا؟ ليش انت الشركه هذه شركه مثلا كذا كذا، انت اكثر واحد يصرف من الشركه هذه؟ تعال حسابك في البنك تجي حوالات من شركه كذا وكذا. اي من اين لك هذا؟ والله لو تحقق من واحد صيدلي قسم بالله الباقيين ما عاد يفتحون هذا الموضوع نهائيا.